إذن نتحول بكم الآن مباشرة إلى المطار الأميري، حيث وصلت في هذه اللحظات معالي فلورنس بارلي وزيرة القوات المسلحة بالجمهورية الفرنسية الصديقة إلى دولة الكويت وإلى قاعة التشريفات الآن، حيث من المنتظر أن تقدم تعازي حكومة والشعب الفرنسي الصديق بوفاة حضرة صاحب السمو الأمير الراحل. وننتقل بكم الآن إلى المطار الأميري مع الزميل بندر السعيدي. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، تصل في هذه اللحظات معالي فلورنس بارلي وزير القوات المسلحة بجمهورية فرنسا الصديقة لتقديم واجب العزاء لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بفقيد الوطن سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواها. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، يستقبل سمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أصحاب الفخامة والسمو وأصحاب المعالي والسعادة المعزين بفقيد الوطن الكبير سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواها. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، معالي فلورنس بارلي وزير القوات المسلحة بجمهورية فرنسا الصديقة تقدم واجب العزاء بفقيد الوطن والإنسانية معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، معالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، معالي الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح، سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، معالي فلورنس بارلي وزير القوات المسلحة بجمهورية فرنسا الصديقة تقدم التعازي لسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وإلى الشيخ حمد الصباح الأحمد الصباح وإلى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وإلى معالي نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله مبارك الصباح وعدد من الشيوخ الكرام. تقدم معالي فلورنس بارلي وزير القوات المسلحة بجمهورية فرنسا الصديقة واجب العزاء بفقيد الوطن والإنسانية سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواها. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، معالي فلورنس بارلي وزير القوات المسلحة بجمهورية فرنسا الصديقة وحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه باستقباله لأصحاب الفخامة والسمو وأصحاب المعالي والسعادة بتقديمهم لواجب العزاء بفقيد الوطن الكبير
سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواها. لا شك أيها الأخوة والأخوات أن العلاقات الكويتية الفرنسية تتمتع بأرضية سياسية صلبة قائمة على الالتزام وتقاسم القيم، ولا تغطي فقط الجانب السياسي بل تمتد إلى مناح أخرى، حيث ترتبط بعلاقات قديمة على مختلف المجالات عززها سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواها عبر زياراته العديدة في العقود الماضية، والتي من خلالها دائما ما تؤكد جمهورية فرنسا الصديقة التزامها الشديد لأمن الكويت ووقوفها إلى جانب قضاياها العادلة. لا شك أيها الأخوة والأخوات هذا القائد الفذ والذي عبر مسيرته في الحياة السياسية والدبلوماسية وعبر قيادته للبلاد سجل إنجازات وحقق أهداف سامية جعل دولة الكويت من خلال نهجه رحمه الله اسما شامخا بين الأمم، فكان علموها عاليا خفاقا في مختلف المحافل. لا شك أيها الأخوة والأخوات برحيل سمو الأمير طيب الله ثراه تكون دولة الكويت قد طوت صفحة في سجل منجزاتها العصرية. هذه الصفحة التي تزاحمت فيها الحروف والكلمات والتي لا شك وثقت للتاريخ هذه المسيرة الاستثنائية التي تولى فيها سموه رحمه الله مسيرة الريادة وعلو الشأن في كل المجالات. كان رحمه الله قائدا إنسانيا قريبا من الناس يستمع لهمومهم ويألم لمصابهم ويفرح لفرحهم. كان رحمه الله الأمن لشعبه وبلاده، فأصبح في عيون المجتمعات اسما مرادفا للسلام العالمي. لا شك أيها الأخوة والأخوات أن سمو الأمير الراحل طيب الله ثراه أظهر للعالم أجمع كيف يكون القائد وكيف تكون القيادة، فجمع الحنكة والحكمة وبعد النظر بصفات الحكمة والهدوء والإنسانية، فسعى دوما عبر ما تميز به رحمه الله من خصال فريدة سعى فيها لبسط الاستقرار في أرجاء المعمورة وتأمين حياة الأفراد وصون كرامتهم. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات بهذه الصور الحية وأيضا المباشرة والتي تأتيكم من المطار الأميري، يصل في هذه اللحظات صاحب الفخامة الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية الصديقة، ويرافقه معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح لتقديم واجب العزاء بفقيد الوطن الكبير وفقيد الإنسانية سمو الأمير الراحل
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواها. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، هنا من القاعة الأميرية في المطار الأميري، حيث تقدم واجب العزاء معالي فلورنس بارلي وزير القوات المسلحة بجمهورية فرنسا الصديقة، تقدم واجب العزاء لحضرة صاحب السمو أمير البلاد فدا الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وإلى معالي الشيوخ بفقيد الوطن الكبير سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواها. لا شك أيها الأخوة والأخوات أن سمو الأمير الراحل طيب الله ثراه له مكانة في قلب شعبه تجاوزت المعتاد، فالشخص الاستثنائي دائما ما ينال مشاعر استثنائية. فكان رحمه الله قريبا مستمعا وملبيا حاملا على عاتقه مسؤولية راحة الكويتيين وأمنهم، فسعى لراحتهم في حاضرهم وتأمين مستقبلهم برسم النهج التنموي المتكامل، وأيضا فرض الأمن الذي ينعم من خلاله المواطن بالأمان وبالعيش الكريم، ويحظى به الوطن بالمكانة الدولية الرفيعة. لا شك أيها الأخوة والأخوات، اتخذ سموه رحمه الله اتخذ الحوار لغة له، وكذلك بسط الاستقرار نهجا لتحقيق غاية سلامة الإنسان وأمنه. لا شك أيها الأخوة، هؤلاء الأشخاص العظام قلما تأتي الأيام بمثلهم، ومكانتهم في النفوس لا تصفها الكلمات، فجاء الحزن على قدر مكانة الراحل. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، معالي فلورنس بارلي وزير القوات المسلحة بجمهورية فرنسا الصديقة تغادر في هذه اللحظات بعد تقديمها واجب العزاء بفقيد الوطن والإنسانية سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواها. في هذه الصور الحية وأيضا المباشرة تغادر معالي فلورنس بارلي وزير القوات المسلحة بجمهورية فرنسا الصديقة، ويرافقها رئيس المراسم والتشريفات الأميرية شيخ خالد العبدالله الصباح، وأيضا الوفد الرسمي لمرافق مع معالي فلورنس بارلي وزير القوات المسلحة بجمهورية فرنسا الصديقة. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، تغادر الآن معالي فلورنس بارلي وزير القوات المسلحة بجمهورية فرنسا الصديقة، ويرافقها في هذه اللحظات معالي وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، بعد تقديمها لواجب العزاء بفقيد الوطن وفقيد العالم والإنسانية سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.